في 30 من يناير عام 1933 تم تعيين أدولف هتلر مستشاراً لألمانيا، يوم كان بداية لتغيير ألمانيا والعالم. ومع كل الشهرة التي تمتع بها الزعيم النازي، فإن هناك بعض الأشياء عنه لا يعرفها الكثيرون. بحسب موقع هيستوري هيت، لم يكن هتلر يمتهن السياسة، بل كان يحب الفن، وتقدم إلى مدرسة الفنون مرتين، لكنه رفض، حتى إنه في المرة الثانية لم يسمح له بدخول امتحانات القبول. فشل هتلر في دخول مدرسة الفنون، كانت له عواقب مادية، فهو لم يتمكن من بيع اللوحات التي كان يرسمها، مضطره للعيش في ملجأ للمشردين في فيينا في ديسمبر عام 1909، وعندما حصل على ميراثه من والده، انتقل إلى ميونخ. جنون العظمة وهوس هتلر بصورته دفعه للطلب من المصور هاينريش هوفمان التقاط صورة له وهو يلقي الخطاب. رجل الشعب، كما كان يتظاهر، كان مبذراً وكان ينفق ببذخ على السيارات الفارهة والشمبانيا والملابس وغيرها، رغم أن هتلر كان نباتياً بحسب سكرتيرته الشخصية كونستانز مانزيريلي وطبيبه ثيودور موريل، فإنه كان يعاني من مشاكل صحية وأمراض الزهر وهنتينغتون وباركنسون. أما شارب الفهرر فله حكاية، فخلال الحرب العالمية الأولى كان شاربه معقوفاً لدرجة أنه كان يشبه مقود الدراجة، لكن ارتداء أقنعة الغاز اضطره لتقصيره على شاكلة شارب تشارلي شابلين.